الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق. الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله جعل الشمس والقمر بحسبان. الحمد لله جعل النجم والشجر يسجدان. الحمد لله رفع السماء ووضع الميزان. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بالجلال والكمال والعظمة والجبروت، حمدا ملء السماوات والأرض وما بينهما. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من قال له ربه في القرآن: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صلاة وسلاما على من قال قائل فيه: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، ها نحن في مصر وها نحن في لؤلؤة من ليالي مصر الإسلامية، هنا في مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث هذا الملتقى الإسلامي الكبير في الموسم الثقافي الذي تنظمه وترعاه وزارة الأوقاف برعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وفي هذه الليلة موضوعنا السنة النبوية بخير الكلم وأطيب الحديث، بهذا الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود عندما قال له: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلمنا نحن، إني أحب أن أسمعه من غيري. فما أجمل القرآن وما أروع القرآن وما أرقى القرآن إذا كان من صوت شجي. القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه.
صادقون
والذين تبوا ربك وما قلى ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ألم يجدك فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الفاتحة. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي في مفتتح هذا اللقاء الإيماني في الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة من هنا من مسجد سيد الشهداء مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. ويحضر معنا هذا اللقاء فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل المديرية ودكتور أحمد قاعود مدير عام إدارة وسط والسادة أئمة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى القارئ وهو يتلو وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة المؤمنون هذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من ربه لكي يخرج الناس من ظلمات الجهل والجاهلية إلى نور الإسلام واليقين، وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. حول هذا الموضوع يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد، ما طلعت علينا شمس أو غربت، ما تحركت فينا الدماء أو توقفت، ما هبت على كوننا هذا رياح أو سكنت، ما سالت في بحارنا قطرة مياه أو تجمدت. صل اللهم على حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلاة تنير لنا الطريق في الدنيا، فنبصر على آثارها الحلول الميسورة لمشكلاتنا الكثيرة، وصلاة تنير لنا الطريق يوم القيامة، يوم يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. أما بعد، فالشكر موصول لوزارة الأوقاف ولمعالي الوزير على هذه اللقاءات الفكرية والعلمية التي تعددت في كثير من المساجد. وأبدأ بدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، كما جمعنا الله في هذا المكان، أن يجمعنا أولاً في الدنيا عند حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في الآخرة على سرر متقابلين. سؤال: هل لاحظ أحد منا الشيب في رأس أبيه أول ما بدأ الشيب في رأسه؟ في حد كده لاحظ والده حينما بدأ الشعر الأبيض ينبت في رأسه؟ وهل عد أحد منا الشعر الأبيض في رأس أبيه؟ قد يقول قائل: ولم هذا؟ أقول: لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة اعتنائهم
برسول الله صلى الله عليه وسلم وملاحظتهم الدقيقة لهيئته وسماعهم لكلامه نقلوا إلينا عدد الشعر الأبيض في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحاديث مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفضحه شيء، ما كان في رأسه ولا لحيته أكثر من 20 شعرة بيضاء في الرأس وفي اللحية. أنس بن مالك خادم النبي يراقب هذه الأشياء ويعد الشعر الأبيض، وهذا يدل على مدى اعتناء الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الأمة الوحيدة في العالم التي لها سند متصل برسولها صلى الله عليه وسلم. غيرنا من الأمم ليس لهم سند متصل بل منقطع لآلاف السنين، أما نحن فلنا سند الموطأ للإمام مالك يروي فيه أحاديث تسمى بالسلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعتنى الأئمة واعتنت الأمة جميعا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الاعتناء لأن السنة مصدر أساسي في التشريع بعد القرآن الكريم. البعض يقول ألا يكفي ما جاء في القرآن ونترك الأحاديث؟ لا، لا يكفي، لا يكفي. الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن ما هو عدد الصلوات وما عدد الركعات في كل صلاة من الصلوات؟ وماذا نقول في الصلاة وما هو وقت الصلاة إلى غير ذلك من أشياء لم ترد في القرآن، وإنما بيّنتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كتاب مجمل جاءت فيه الأحكام مجملة، وجاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصل ذلك الإجمال فيما يعرف بتفصيل المجمل، سواء في الصلاة أو في الصوم أو في الزكاة أو في الحج، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا عني مناسككم. كذلك السنة تأتي لتقيد المطلق أو تخصص العام، الميتة والدم حرام، ولكن السنة خصصت شيئا من هذا الحرام. أحلت لكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحلت لكم ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، ودمان الكبد والطحال، كلها دم ولكنها كانت حلالا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يجيء الحكم في القرآن فتأتي حالة تتردد ما بين حكمين،
المرأة التي يموت عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، والحامل عدتها أن تضع حملها. فلو أن امرأة حاملا مات زوجها، هل تنقضي عدتها بال4 شهور و10 أم تنتهي بوضع الحمل؟ بيّنت ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مات زوج صبيعة الإسلامية رضي الله عنها، ووضعت حملها بعد 1.5 شهر، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها قد انتهت. وتمسكت الأمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجدوا فارقا بين ما أحل الله وأحل الرسول، أو ما حرم الله وحرم الرسول. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الأمة: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوجد رجل شبعان متكئ على أريكته يحدث الناس بحديث، عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. والذين يتطاولون على السنة وعلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا الحاضر ما هم إلا قوم يريدون بعد الطعن في السنة أن يطعنوا في القرآن، لأنهم حينما يطعنون في السنة يطعنون في سندها، الصحابة الذين رووا والتابعون من بعدهم، وبالتالي يطعنون في القرآن باعتبار السند أيضا. ولكن الله سيحفظ دينه وسيحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال علماؤنا: الذكر هنا يشمل القرآن والحديث. لقد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين. النور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو القرآن الكريم. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن وأن ينفعنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حب النبي، وأن يرزقنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة الضافية من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الأسبق، وكانت عن مكانة السنة في التشريع الإسلامي، وكيف أن أمة الإسلام أحد أهم خصائصها أنها أمة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنه انبثق العلم، ومنه صدر الوحي عندما جاءه من عند ربه سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الوحي قرآنا أم سنة. ونحن في هذا الملتقى بعنوان مكانة السنة المشرفة في التشريع الإسلامي في الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف من هنا، من أحد أهم مساجد مصر الإسلامية، مسجد
سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، حول هذا الموضوع، السنة بضوئها اللامع الذي يسكن القلوب والعقول لكل المؤمنين، يحدثنا فضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أنزل كتابه وللرسول أرسلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وكرِّم وأنعِم وتحنَّن وتفضَّل وتكرَّم على هذا النبي الأمي العربي القرشي التقي النقي البهي الذكي الهاشمي المكي المدني، صلاةً ترضيك وترضى بها عنا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المستمعون عباد الله، إنه ليطيب لي في مطلع هذا اللقاء أن أرفع خالص الدعوات إلى والدنا وأستاذنا معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي اعتنى اعتناء بالغا بإعادة هذه الندوات النبوية المحمدية إلى مساجدنا، فجزاه الله تعالى عنا وعن سيدنا رسول الله خير الجزاء، اللهم آمين. أما عن مكانة السنة في التشريع الإسلامي، فكما تفضل أستاذنا بأن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، والمقصود بالسنة النبوية هو كل ما صدر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. كل ما صدر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا من حضرته صلى الله عليه وسلم، فهو وحي من الله جل وعلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر فكأن الله هو الذي يأمر، ورسول الله إذا نهى فالله جل وعلا هو الذي ينهى، ورسول الله إذا قرر أمرا فالذي يقرر أولا هو الله جل وعلا. فلا أحد يملك تحليلا إلا الله وكذلك رسول الله، ولا أحد يملك تحريما إلا الله وكذلك رسول الله. لذلك أخبر القرآن عن هذا المعنى، وبين بأن كل ما يخرج من الفم الطاهر هو وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا، هذه واحدة. الثانية، إذا كان ما يقوله صلى الله عليه وسلم ويفعله ويقرره وهو ذلك من سنته وحي من الله، فإنه يقينا حق. إي والله، حق، حق لا تشوبه شائبة. لذلك كما تفضل أستاذنا بأن الصحابة الكرام كانوا حريصين كل الحرص على أن يقيدوا وأن يضبطوا سنة سيدنا رسول الله، واحد من هؤلاء سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كنت أبقى
شيء خلف رسول الله، إذا تحدث كتب عن رسول الله، قال رسول الله كذا، إذا فعل فعل رسول الله كذا، إذا حدث موقف حدث كذا وقرر رسول الله كذا. قال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت أكتب كل شيء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهتني قريش: يا عبد الله، إن رسول الله يتكلم في الرضا والغضب، إنه بشر. فقال عبد الله: فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكتب عنك كل شيء. فنهتني قريش: ماذا أفعل؟ فقال له الفم الطاهر: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق. فإذا كانت السنة قول أو فعل أو تقرير هي وحي، فكذلك السنة هي حق من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الثالثة: هناك بعض الأمور جاء بها القرآن الكريم لكننا نحتاج في فهمها إلى السنة النبوية، لأنه ليس هناك أحد أعلم بالقرآن وبكلام الله أكثر من سيدنا رسول الله، فهو الذي عليه نزل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فبعض الكلمات في القرآن لا يفك الإشكال فيها إلا السنة النبوية المطهرة، إلا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نزل قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى مفهومة. طب إيه الزيادة؟ اختلف الصحابة الكرام، فذهبوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفسر لهم، وهنا معنى وقيمة وأهمية السنة النبوية في التشريع. يا رسول الله، ما معنى وزيادة؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما هي الزيادة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، إذا دخلوا الجنة ناداهم الله جل وعلا: يا أهل الجنة، أتريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا: يا ربنا، وما نريد، وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرفع الله الحجب عن ذاته، فما يرون أفضل ولا أجمل من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قرأ قول الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله الكريم. فالسنة جاءت شارحة وموضحة لما أجمل في القرآن الكريم. رابعا: من خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشرع. كل الأنبياء قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرعون. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها، زي ما هي كما نزلت، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إلى آخر الآية. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه يشرع، وهذه خصيصة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وقال: أيها الناس، أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أمر من سيدنا رسول الله. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟
فسكت النبي. قام الرجل مرة ثانية: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي. في الثالثة: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. لو قال صلى الله عليه وسلم نعم كلمة من ثلاثة حروف لو أجاب بها صلى الله عليه وسلم لصار الحج واجبا فرضيا علينا في كل عام. قال صلى الله عليه وسلم للسائل: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. كذلك في موقف السواك قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في صلاة التراويح كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويتركها مرة خشية أن تفرض علينا. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخيرا كلمة لأولئكم الذين يقللون من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عرفوا بالقرآنيين، ولقد تصدى لهم سيدنا الإمام الشافعي في مطلع القرن الثاني في أول من تصدى في كتابه الأم. أقول لهم: لو عرفتم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم في حقه ما تقولوا، فهو وحي من الله جل وعلا، وكل ما يخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وحق ووحي بنص القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. سيدي يا رسول الله، لقد عصفت بي الذنوب وأغوتني ملاهيها، وكم تحملت أوزارا ينوء بها عقلي وجسمي وصادتني ضواريها، لكن حبك يجري في جسمي وفي دمي، وأنا من غير حبك موجة ضاعت شواطيها. سيدي يا رسول الله، يشفع لي أني اشتريتك بالدنيا وما فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لنفسي ولكم. أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحسن مشتمل، بالبشر متسم، كالزهر في ترف، والبدر في شرف، والبحر في كرم، والدهر في همن، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشر. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا استمعنا إلى هذه الكلمة الضافية في ذكر السنة النبوية، وكيف أن صاحبها عليه الصلاة والسلام هو منبع الأنوار والأضواء، وكيف أن صاحبها قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عز وجل الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، من فضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، حيث الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم أن يتعرض المسلم للدعاء في ساحة الدعاء والرجاء،
فالله سبحانه وتعالى قد ضمن له الإجابة إذا دعا، حيث قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والثانية أن مدح النبي المختار صلى الله عليه وسلم والثناء عليه هو واجب على كل مسلم، لأن الثناء عليه عبادة من العبادات التي يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فمع الدعاء والمديح والابتهال مع المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. سيدي يا رسول الله، يا أنت الحبيب المرتجى، حصن الحماية والرجاء، من نال حبك قد نجا، من نال حبك قد نجا، من نال حبك قد نجا من هول يوم معتم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى صلى الله عليه وسلم، صلى الله محمد، صلى الله عليه وسلم. فرح الزمان فرح الزمان وجاء فرح الزمان، فرح الزمان، فرح الزمان وجاء ربي بالمنى.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
دخلنا في جاه النبي واللي دخل جاه فامام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حبه ومدحه مطلبي محبوب نبينا لا يضام. يا سيد الرسل بشائره البوادي والقصاب وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقاب وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطاب. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتاب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف، وكانت خير ختام لهذا اللقاء الإيماني في الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وكان معنا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي والأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق وفضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين والمبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أقول قولي هذا وأشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.